الكلوب معناها غدوه ماتش ضد سليمان. بون مش في احسن حالات، لكن مستانس تقلق الكلوب سليمان، لكن الكلوب اليوم بشكل جديد مش قاعد فرط برشا في النقاط، مرتبه ثانيه في البطوله. بيتونيم تعودنا برشا تغييرات في التشكيله نتاعو بين كل ماتش وماتش، تتصور يكمل في السياسه هذه والا لا؟ لا ماهيش، شوف راهو كي نرجعوا بيتوني ماهوش كيما البدايات كيما تو، عنده الحق في البدايه تاعو كيما جوارات جدد، هو جديد بالماتشات ميكو يبدل بزيد، قاعد ينقص قاعد يمشي ومحسوب، قاعده تظهر التشكيله اللي عنده قاعده بدات تتحسر، فما اصابات فما غيابات، لكن الكولون صحيح مش قاعد يتغير مع بيتوني، مش قاعد يتغير مع موجود يمس في الخطوط الكل، يمس الدفاع يمس الوسط يمس الهجوم كل ماتش، مش يمس الدفاع كيفاش لي دو زاريري كي تضرب له ليبي شام، لي دو زاريري تبدلوا كل ماتش تضرب له ليبي شام، شنو ما تضربش ليبي تضرب له الماتش اللي فات وراه مقابله ما لعبش ايه يرد تعرف. شوف فما الكواليس في المباراه تاعو مدربين، حتى طارق مدرب راه ساعات يجيك جوار انت تخاف عليه الماتش اللي بعده وتعمل حسابات، سليمان ما تلعبوش على خاطر حاج كبير اللي بعده، على خاطر يجيك الطبيب يقول لك راهو دقه ويجي جوار يحب يلعب انت تخاف. هو حتى تكلم وقال سي تان شوا منه، هو معناها ماهوش شوف معناتها ماهوش اوبليغاسيون. شوف بربي حب فما حاجه فهموها راهو في التصاريح، احنا كنا نحكيو في اوف في نوع تو شو محلانا راهو مش اي تصريح تطقو، ساعات راهو فم مدرب يحمي الفريق نتاعو، ساعات مدرب يوريك اللي هو مسيطر، ساعات تصير الحاجه الباهيه في النادي الافريقي توا اي كارثه كانت تصير في الفيستير مازالت ما صارتش وهي تخرج لبرا توا ما عادش يخرج حتى شيء، فما راهو الديسيبلين في اي جمعيه راهو ماكش تلقاهاش توتال راهو من العام لاخر العام. هو علاش ذاكر ذاكر توا سلام لا لا سلام قال لك الفكره نتاع سلام للتغييرات ما تخليش طابع اللعب باش تحسن الفون دو جو باش تحسن نتاع الجمعيه. شوف النادي الافريقي فما لا شوف انا اول واحد قلتها مع ماتش بقردان شفت بصمه نتاع ثم فما لكن بالتغييرات التغييرات تتبدل الفون دو جو ما تحسنش طابع اللعب ما يتحسنش ولا يتيح شوف ترو ماتش حبه من حبه ترو ماتش خويا ضيعت الكلوب سي بوان مش بدا في بالك. لا 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 عاد سد علي هذا شوف لا خلينا نتكلم عاد شنو تي تو اللي قلت سي بوان ولا ما قلتش رونيل اي شنو ترونيل كارثه النادي الافريقي هذا هو اللي صاير هذا كيفاش شو ما قلتش كارثه شو في بلادك يا سيدي في بلادك حاول باش تلعب لا 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 ترى جاي عامل 3 نيول حتى حد بحكي عليه الموضوع لا حكي حكي لا 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 هي بدلت مدرب ما ندخلوش مش حكي مش حكي ما نقولوش كلام غلط معناها يا خويا الدنيا تقلبت مش محكي عليها حد تكلموا انتم تكلموا انتم سيدي انا تو دخلت من الشارع ما نفهمش كوره قاعد نتكلم اسمعوني عاد قاعد يتكلم كيما توا شوف راني كيما حميت على الناس كيما راهو لازمني نقول الحق كيلك سؤال كلوب ولا جمعيه اخرى انا قلت على توا نرجعوا لمارشالي خفيف فما طريقه نتاع كلام صايره في البلاتوات ثلاثة نيول بالك النادي الافريقي وقت اللي بديماره في الشامبيونات وعمل ستاج في تبرقه ماشي في باله ولا العباد ولا البلاتوات ولا هو ولا انا ولا جمهور باش تعمل 24 ربح على بعض صحيح عمل ثلاثة نيول الثلاثة نيول نجم نربطها ماهيش نربطوها بالتغييرات تعملها نجم نربطوها بالإفكتيف اللي هو جاي جديد اللحمة مازالت ما صارتش تنجم تقول لك يغير يطيح الريتم نقول لك إيه راهو يطيح الريتم زاد يلعب مع أدفرسير الناس الكل تعرف ترجع تلعب كورة توا سليمان ها نشوفوا فيه بمشاكله برئيس النادي نتاعها اللي مشى وربي يخلص وحلو بالبداية بتاعها معناتها ماهيش سليمان كي تخسر في بلادها لازم تجي ما تقلقش الكلوب رينا النادي الافريقي ترجي جرجيس من احسن النوادي وقاعده توقف الناس الكل وقت اللي لعبت مع النادي الافريقي في رادس كانت النادي الافريقي اغلبيه ثلاثه ارباع من المباراه كانت مسيطره كانت فما حاجات تعملهم جرجيس موجودين وكي بتاع النادي فما بصمه الحاجه الباهيه اللي قلت انت على المدرب صحيح الناس الكل فاقت فما بصمه لكن راهو التعادلات انا اش قلت انا الشيء اللي رينا في النادي الافريقي سنة من الإدارة أنا ولد النادي الافريقي ونعرف هذا فما كواليس ما نحكيش من النظام اللي صاير توا في الإدارة في أوكي مع جايين المستثمر اللي هو رتح الناس الكل كانت كارثة بتصير في النادي الافريقي مادي لكن فما فرق ما بين واحد يدفع لك فلوس وما تعرفش تخدم وفما واحد يدفع لك طرف فلوس وتعرف تخدم النادي الافريقي اللي صاير في الإدارة الفني في المدير الفني للشبان في النظام اللي صاير في البارك في الاداره اللي ما هي رئيس النادي من الهيكل التخيل والاداره مع اللي معاه فما نتيجه ممتازه انا قلت له كان هذوما المدرب هذا يخسر 6 مباريات بالخدمه اللي قاعد تشوفها وبالكواليس اللي نعرفها انا ما لازم الفريق هذا شوف كم كامل ما كملتش الجمله
شنو ست المباريات؟ كان يخسر ست مباريات كمل. انا ما نحيش. انت ما تنحيش. وانا كلم حكيت مع رئيس النادي المدرب هذا ما لازموش يتنحى. الفرق بين الكلام والواقع حاجه والواقع حاجه. دقيقه انت يخسر ثلاثه مباريات تبداو تشوف البريسيون تاع الجمهور. اسمع هادشي نحكي لك عادينا. انا كل انترفيو ولا كل كلمه نقول لك ها هو السيد المدرب بحذايا. ها يا سيدي نحب نحكي حكايه انا ويسمع فيها. اضطرب لسيا في طنبوق وشادين الكرم ما نجموش يكسروا له كلمته. ها هو المدربين كلها جات البود البود السيد هذا خاطر نعرف المبادئ نتاعو صحيح ولا غال سيد علي صحيح مش بيسك النور فطردوني خاطر تحب تحكي وحدك قلت خاطر ليه طردوك يطردوك ما بدلولكش مبادئ ما بدلوش مبادئ رئيس النادي هذا رئيس النادي هذا بالانتداب اللي صار بتاع اللاعبي ومتاع الوعد نتاع المدرب نتاع الستاف تكنيك انا الخدمه قاعده تظهر النجم تعديو باساج فيد ما نجيوش ندخلوها بعضها وانت قلت لي كلمه بريسيون تاع الجمهور ما يمنيش بالجمهور المسؤول غول ما يمنيش فيسبوك ما يمنيش بالجمهور خالي يجاوبك مش موافقك برشا سيدي علي شوف بالنسبه للنادي الافريقي الامكانيات والظروف اللي توفرت سنه من عزمه ثم سيفري زاد الهدوء رجع صحيح شوي برشا كلام كان قبل اي حاجه تصير في الفيسيير تصير في التيرا تخرج جواد لكن الحقيقه مع النادي الصفاقسي شفت تراجع في النادي في النادي الفريق مع الصفاقس تلعب مع الصفاقس شفته الصفاقس محترم مش بري لكن كلاك تجي الجمعيه تسكر له بالكدا يلقى مشكل في باجا في التيرا في الظروف هذيك ماتش نيل تزور عادي بلاسمون عادي لكن مع النادي الصفاقسي والتعادل الاخراني مع تعادل النادي المستيري يعني سيد علي شو يقولوا على المدرب الريال مال ليك في اربعه نحن ما قلناش خالي شونجمون دريت من تاع خليل موجوده كيف في النادي الفريق خليل خليل شونجمون دريت ما قصش عليك وما قصش عليك ما قصش عليك نحن ما تقولناش كلام ما قلتوش نتاع قولنيش كلام ولا تخمم انت كلام اللي انا ما قلتوش قلت ثم تراجع وفي التشكيله كي ثم تغييرات تنقص لوروبير مفروض باش تحسن طبعا اللعب نحكي اون جينيرال في كره القدم باش تحسن اللعب ما تصيرش برشا تغييرات وزيد ثم ديركروتمون ملاعبيه لتوا ما وروش حاجه كبيره خصوصا للجوش للجوش شنو كاميروني لا سيلي يحكي لا 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 خلف السيلي لا الاسمراني هذاك اللوردي ولا شو اسمه شكون ما فهمتك كي كاميروني اي كاميروني مستواه محترم مازال ما شفتش حاجه كبيره لا ماكش تبع فيه برشا مستواه محترم برشا حتى الجماهير فرحانه به برشا لا انا بالنسبه لي انا الكاليتي نتاعو مازال سو البلان اوفنسيف ما شفتش حاجه كبيره شفت طلوع وسنتراجات وخدمه وكسر ومشى وماركه واحده يا سيدي علي نحكي لك حكايه اليوم عمل الفارق خليه ما تعرفش باش نعطيك البيفو شو اسمه ذاك البيفو شو اسمه سيماكولا مازال زاد سيماكولا مازال ما بروش بالكافيه لازم هذا عندك حاجه في لي شانجمون منهم مره ثلاثه نحاهم الزمزمي وصغير ولا هذا احمد خليل اللغه نحاهم ثلاثه وش النتيجه خسرت نادي الفريق ما خسرتش على ما نقولش على ما نقولوش خذ الريسك يا ولدي اي على ما نقولش خذ الريسك ونجح فيه الطابع الطابع اللاعب باش تتحسن يلزم ستابيليتي ونيفو دو شوف في النقطة هذه باش اوتوماتيزم سيدي علي تتحسن في النقطة هذه سيدي علي كل مدرب وتوجهاته واختياراته احنا نستناو نحكموا بعض الريزلتا كي يكمل ما دام قاعد يربح والثاني قولوا هو صحيح عمره حتى لو كان مش مقتنعين معنا يا سلام انا مقتنع بمدرب يخدم في خدمه هائله والظاهر البصمه نتاع مدرب واحد هو عمل ماتشنير وانا تكلمت في اذاعه من الاذاعات ذولي عندك انت قلت انا مدرب انا عارف ايش قاعد يعمل والجمعيه ماشيه في السكه الصحيحه عمل سيدي علي بسيشيكمون باركور في بعض الحين تجيك ماتش نيول تجيك حاجه سي نورمال عادي لكن وجمعيه وكوتشينج تاع المدرب هاي نعطيك حاجه بسيشيكمون اش عمل في الفيستير هاو كواليس رد التفكير بتعرف الجوغريت واحنا لعبنا الكوره تعرف اللي عادي ماتش كبير الجمعه جاي زعما محضر روحه حتى الدوسار يمشي يهزوا وحده ردهم تفكيرهم كي بعضهم ردهم كل يشبوا لبعض هو ردهم كلهم راك انت نجم جمعيه تاع هذاك تعلق نشوف فيك ذاك اللي يتكلم قبلك وانت تكتب شنو وقعت لا في اسمي مشيش كيما لا ما فما مشكله في النادي الافريقي كي نحكيو على دوزيام ميتون مثلا كان كل شوط ثاني في النادي الافريقي النسق نتاعو يتيح وتتزامن النسق يتيح مع لي شونجمون
معناها انا تفرجت في مقابله الاتحاد الرياضي المنستيري، النادي الافريقي ديما بالعكس في الشوط الاول معناها يكون مسيطر، يكون الريتم طالع، النادي الافريقي الدومين معناها ديما لادفيرسير الكلهم بريسك اللي يلعب معاه. مي في الاشواط الثانيه كي نحكيو حتى مع في مقابله النادي الرياضي الصفاقسي، النادي الرياضي الصفاقسي فيه اسوء نسخه حسب رايي، حتى كان مطيح البلوك لكن وقفت منيح في الوقت هذاك. لا نحكي لك تكتيكمون وقف ضد النادي الفريقي، مشكله النادي الفريقي اليوم في ال 20 متر الاخرانيين اللي فريمون النادي الفريقي هاك اللي فور هذاك الكل نتاع الملاعبيه اللي قاعدين معناه في الـ في الـ في الـ يسير في الملعب مش قاعد معناه يتوج بهدف. هذاك علاش ما نلقاوش اول حاجه ما لقاوش اكثر من زوز بونتو في النادي الافريقي، هدف لصفر صفر صفر. والنادي الافريقي اليوم اللي نحكيه اليوم معناه الكريتيك يكون على على مقابلات تعادل والا ربح خير من اللي غدويك على ديفات. وجمهور النادي الافريقي توا ذاكر قال لا احنا نصبر، صحيح هو المدرب من مقابل بن قردان الاولانيه نتفرجت فيه قلت فريمون فما فكر فما سيرفو فما حاجه في المدرب هذا. اما راهو جمهور النادي الافريقي بالامكانيات اليوم بالاجواء اللي موجوده اليوم نورمالمون راه توا ماخذ الفارق على على الثاني، وجمهور نادي الافريقي غدوه ما يسامحكش تعمل راك ديفاي. لا جمهور صحيح يصبر عليه لا لا الم... لا نعرف ممن بالمدرب في فيسبوك والمعارضين لا ممن يقدش من مره نحال المدرب بالفيسبوك ذكر يحكي هيك خاطر الزلتها ماشيه ماشيه. استنى استنى هو قال ست ماتشات انا نقول اربع ماتشات هزيمه كما قال هو وتشوف شنو يصير. هذاك مش بشخلت النهار هذاك مش بشخلت ما نتمناوش بالطبيعه. مروان حبيت تعلق بليك على تي ليه اليوم ايش كلمه اللي عمل الفارق اليوم نقارنوا مثلا بالاسبيرونس بالكلوب اللي عمل الفارق سيد علي وين لحد ما نشوف فيه الملاعب الكاميروني قاعد يقدم في موسم ممتاز مع النادي الافريقي. وهذا احنا بتبعتنا احنا نشوف حتى الاكيب ناسيونال احنا حتى اللي في الاكيب ناسيونال ساعات الادابتاسيون تاخذ وقت راهو في الكره تو العصريه اذا ما انا يعني قلت لك يصلح اليوم يا سيد علي في الكره العصريه. شوف عن حتى الاكيب ناسيونال لعبنا بن حميد وبوشنيبه ما عملنا شيء، وقتاش رجعت ايكيب ناسيونال كي رجع العابدي وبكشريد. اليوم في الاسبيرونس ما فماش ظاهرين. الكلوب فما زعلوني فما زعلوني وفما الكامروني قاعدين يقدموا في موسم ممتاز، والله نقعد هنا بيت اليوم نحكيو على فريق موسم محترم ممتاز كبير شوي. تو نسبقوا الاحداث ونقولوا كان تتعثر وكان 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 ونحينا من كان. اليوم فما حاجه نحبوا نحكيوا فيها في النادي الافريقي، نحكيوا على فريق اللي يجم اليوم غدوا كونتر مانشستر سليمان لو يفوز نحكيوا على فريق راهم في المرتبه الاولى. اخي واعيين قاعدينش تحكيوا ولا شنو؟ راهو نحكيوا على فريق ثاني احسن خط هجوم في في البطوله. شنو واعيين تحكيوا يا اخي نسبوا فيه نحن يا ودي مش كيفاش نحكيوا على فريق واعيين نحكيوا راهو بطوله اليوم باش نهزوها باش تهز بطوله مثلا باريكزومبل راك ماكش تربح ماتشات الكره. اليوم نحكيوا بعد ويت جورني فريق متصدر معناتها في المرتبه الثانيه وغدوه يربح سليمان يكون في المرتبه الاولى ونحكيوا ونقول بوتوني غير بيتوني بيتوني ولا درا شنو يغير معناتها كلام ماهيش لوجيك. شوف حتى في الاوروب مش احنا فما بلاتوات تحاليل على معناتها غريبه شويه مع فريق تبنيجي مش علينا احنا وعليك انت راه ساعات تسمع تحاليل والله مش ربي ورود هذا تحاليل ما تسمع على النادي الفريقي الدوخر يا ذاكر يمشيوا لك تو الكلوب تربح والله الخضراوي مش باهي لكن الخضراوي كان بيتور سامحني الخضراوي كان بيتور في استاد عمري ما لقيت كل واربيتور يا ذاكر هو يقول لك والله ما ماركيش شو التحليل؟ اسمعني يا ذاكر الشامبيونات ما زالت طويله ومن حقه ينجم يبدل ما يبدلش انا نحكم على نتيجه. اليوم تحكيوا على فريق ما تنجمش تطلب منه اكثر من هكا كانت نفس الوضعيه بتاع النجم الاسرائيلي. احسن حاجه قالوها لهم قالوها طارق وسيد علي ايش قالوا؟ اللي يتفرج في النادي الافريقي سنة فما بصمه فما حاجه فما بيان سور يحكيوا يا ذاكر يا ذاكر انا كي را حتى كي نخسروا الشامبيون ادخل اي شامبيونات في العالم تسمع فيا تلقى احنا اليوم كي تبدا عندك دفاع بي راك نجم تهز بيه شامبيونات. واضح باهي